الموقف بأنه يعكس حنكة سياسية لدى حركة طالبان؟ دخلت في الواقعيه وثم غزل من المتبادل مع واشنطن، لانها لما دافعت عن اسامه بن لادن والقاعده، رغم ان يشارك صديقي الهنيدي في كثير من الالغاز حول القاعده، دخلت في شيء اسمه الشرف القبلي واجرني واجرك الله الى اخره، ولم تتعامل بمنطق الدوله، فدفعت الثمن غاليا. الان تستعيد ذلك. انا فعلا احيي شعب افغان، شعب عظيم يرفض الاحتلال، سواء كان سوفيتي، الاتحاد السوفيتي، روسيا وامريكي. فقط عندي ملاحظه انه ايامات احتلال الاتحاد السوفيتي كانت الملائكه الخضر الوهابيه تقاتل ضد الاتحاد السوفيتي مع المجاهدين الافغان. الان لما احتلت امريكا افغانستان، الملائكه الخضر هربت وانسحبت وجبنت، ويوسف القرضاوي لم يفتي بالجهاد في افغانستان، يوسف القرضاوي يفتي بالجهاد في سوريا وفي ليبيا وفي الاراضي العربيه. كذلك الطائرات البي 52 لما تنطلق وتقصف طالبان تنطلق من قطر. هذا الجزء اختلف فيه مع صديقي الهنيدي، بقيت كلامه وافقه ووافق ما جاء فيه. طيب محمد، شكرا للاخ رياض، على الاقل نتفق على يعني لا الخلاف لا يخلو، وصلنا الى نقطه التوافق. نقطه التوافق معه اتفق معه، لكن المشكل السؤال الذي يطرح، يعني لو خرجت مثلا المملكه العربيه السعوديه من اللعبه، مصر خارج اللعبه، لو خرجت قطر من اللعبه، انا اطلب يعني اليوم في تونس نحن بعد ثوره، انظر الفوضى التي تحدث، انظر المهازل التي تحدثها النخب، من سيفاوض باسم العرب؟ يعني نبقى نحن مثل مؤتمر باريس وما تعرف بافغانستان باسم المسلمين، حتى باسم المسلمين، يعني هي الدوله التي اختيرت. ولكن عندما نقول ان اليوم هناك مكتب، لمن لا يعرف، بالنسبه لمكاتب طالبان، كانت لطالبان قبل احداث 11 من سبتمبر ثلاث مكاتب، واحد في باكستان، واحد في السعوديه، واحد في الامارات، وكان معترف بها كاماره افغانستان الاسلاميه، كان معترف بها. ثم جاءت جاء 11 من سبتمبر ليبدل اركان اللعبه. لكن عندما نخرج اللاعب العربي من المفاوضات وتصبح المفاوضات مثل أوسلو وغيرها، من سيقدم مثل ما ذكر ضيفك في الاستوديو؟ قال أن المتحدث باسم طالبان قال لا نساهم في لعبة، لا نقبل شروط لعبة، لا نساهم في صنعها. لو خرجنا نحن كعرب اليوم من المفاوضات، من سيفاوض باسمنا؟ تركيا، إيران، يعني من سيفاوض باسمنا؟ نصبح غائبين، يعني يقسم عالمنا العربي. ونحن نلاحظ يعني قطر لديها الفضل في أنها بلغت حتى العمق الأفغاني، قطر تدخلت في لبنان، قطر تدخلت في مفاوضات عديدة في المنطقة العربية، قطر ساعدت كل الفلسطينيين، ثم اليوم الفلسطينيين يديرون ظهرهم لقطر، يعني قطر قدمت مساعدات للجميع. دولة الإمارات العربية فعلت كذلك، المملكة العربية السعودية، يعني من أوقف حمام الدم في لبنان غير المملكة العربية السعودية؟ ربما رياض السداوي سيجيب على كل هذه النقاط فيما يتعلق، إن لم تكن قطر، من يمكن أن يتدخل، من يمكن أن يتوسط في العالم العربي والإسلامي؟ شوف، قطر لا يمكنها أن تتوسط باعتبارها متهم، وكما قلت لك الأعلام القطرية، وللأسف أنا شخصيا لا أحب ذلك، أصبحت تحرق في شوارع تونس، في شوارع ليبيا، في شوارع مصر، من قبل المتظاهرين الذين قاموا بهذه الثورات، من قبل فقراء ومثقفين وثوريين وتقدمين. قطر تلعب لصالح أجندة أمريكا وتل أبيب، شيء واضح، ولا لصالح الفلسطينيين، وما أن تدخل ملف إلا وتخربه. قطر لما الطائرات البي 52 انطلقت لتقصف بغداد، والقوات الأمريكية التي انطلقت لتحتل العراق سنة 2003 انطلقت من قطر وبدعم قطر، بل قطر تمول الحروب الأمريكية، الصواريخ توماهوك والكروز التي تقصف بغداد وطرابلس وغيرها. طيب، يدفع ثمنها الشعب القطري أيضا. إذا تدخلها سلبي عبد الناصر، جمال عبد الناصر كان يتدخل ليحرر الجزائر، يحرر المغرب، يا أستاذ رياض الله يخليك. طيب رياض، أولا يا أستاذ رياض، يا أستاذ رياض الله يخليك، بين التقدم بين الوطني، يا أستاذ رياض الله يخليك، أنا جبت شوارع تونس والله من بنزرت إلى جرجيس، يعني لم يحرق العلم القطري من قبل. بعض جرذان ما يسمى باليسار الاستئصالي فعلوا ذلك، لم يحرق أحد العلم القطري في منطقة معينة ولا أي علم دولة عربية في تونس. وأهيبك أن الشعب التونسي لا يحرق علم أي دولة ذات سيادة، هذا أولا. ثانيا، لا أعتقد أن طائرات البيسان كوندو يعني بالمسافة أو طائرات نفاذة تستطيع وهي تحلق أن تبلغ من قطر أفغانستان، يعني هي ممكن أن تكون قاعدة تزويد
قواعد مدد، لكن لا يمكن لها أن تقصف هذه الطائرات. لكن السؤال الذي سألته والذي لم يجب عنه الأستاذ رياض هو من سيلعب في غياب الدور القطري؟ لم يجبك عن هذا السؤال. جملة واحدة لأن في نهاية البرنامج صعب للأسف المسألة صعبة جدا. قلت في شأن قطر ربما ما يزعج الكثير يخلق نوع من الارتباك عربي هو أن القطر ضمن الدول الممانعة للانتفاضات الديمقراطية للربيع العربي محليا وتسانده خارجين، وليست الوحيدة في هذا المشهد السياسي العربي المعقد. طيب هناك تعليق لبوزيدي عصام، رغم أن قطر برزت كأكثر الدول العربية ديناميكية في المنطقة لكن نواياها تظل ضبابية بالنسبة إلى جيرانها وحتى حلفائها. أشكر في الختام محمد هنيد وهو أستاذ في العلاقات الدولية، وعبد النور بن عنتر باحث في العلاقات الدولية في جامعة باريس 8، وكان معي من جنيف رياض الصيداوي مدير المركز الوطني العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. الشكر لفريق البرنامج أمنة جاسمي، سفيان الرامي الذي ينتقي أسئلتكم على تويتر وفيسبوك، ماتيو كايوزاك ومحمد سالم. أمسية مريحة للجميع.